دايما الناس بتقول انك كنت مرتبط جدا بالمهندس فرج عامر، ورغم انه الدكتور وليد عرفات الحقيقه ومجلس ادارته الاستاذ عمر الغنيمي وباقي الافاضل الاعضاء، وحضرتك اللي قلت لي الكلام ده يعني قبل الهوا، الناس كانوا محترمين جدا معاك وما فيش اي مشاكل كانت بتحصل بينك وبينهم، لكنك كنت مرتبط وجدانيا شويه بالمهندس فرج عامر. طبعا المهندس فرج مش حكايه المرتبط، ده المهندس فرج صاحب فضل كبير عليا بعد ربنا. نعم. في حته ان هو كان مقتنع بيا وكان بيدعمني وواقف في ظهري بشكل كبير جدا. لكن هو استاذ وليد كيس مختلف، استاذ وليد راجل ما شفتش حاجه منه وحشه. عمرو غنيمي صاحبي، عمر الغنيمي صاحبي. نعم. مفيش مشاكل، بس هو كانت المشكله ان اتقال لي كلام في اجتماع وانا بنيت رايي على الاجتماع على الراي اللي اتقال لي. فانا حسيت ان انا مش هقدر اواصل النجاحات فيه. ايه اللي اتقال لك وايه اللي زعلك؟ لا مش زعلني، هو ايه اللي خلاك تاخد قرار الرحيل؟ ما ان انت يعني رحلت يعني انت زعلان. يعني في كان في لعيب كنت مثلا او اتنين كنت عايز اجدد لهم. مش هنقدر. يعني طالبين تقدر تقول لي اسماء؟ يعني منهم رجب مثلا، رجب نبيل. وبعدين المبالغ يعني عندنا مش قويه، يعني انت اعلى مبلغ يعني عدد اللعيبه كتير. اغلب يعني ما عنديش الا ثلاث لعيبه بياخدوا 3 مليون جنيه مثلا. في اعلى لعيب بياخد 4.5 5 يعني غير المحترفين، فيه بس وادي هو اللي بياخد زياده عشان بالدولار يعني. لكن ما عنديش الفلوس القويه بتاعت بقيه الانديه. وخلوا على شرط يا كابتن، احنا يعني احنا كنا ماشيين بشكل كويس جدا. الدور الاولاني انا ما كملتش الدور الاولاني، انا مشيت قبل ماتش بيراميدز من الدور الاولاني، بس احنا كنا ماشيين كويس يعني، ماشيين بشكل كويس يعني، كان ممكن نوصل في حته كويسه احسن يعني. بس هو في الاخر هو اتقال لي على التجديد مش هنقدر، حته الرؤيه كان فيها بطء شويه، حته بيع اللعيبه كان في نيه لبيع لعيبه.